donc A يعني الإكواسيون اللي هي x ستنا ناقص 5x زائد 6 يساوي 0. إذا كما قلنا دائما كنحددو معاملات، إذا A هو معامل x ستنا هو 1، B هو معامل x اللي هو ناقص 5 مع الإشارة، و C اللي هو 6 مع الإشارة. مزيان، إذا الدلتا هي B و C ناقص 4 في A في C، يعني ناقص 5 كل C ناقص 4 في A اللي هو 1 في C اللي هو 6، دونك غيعطينا 25 ناقص 24، يعني غيعطينا هو 1. إذا دلتا أكبر من صفر، دلتا أكبر من صفر، دونك عندنا جوج ديال الحلول، عندنا إكس واحد اللي هو ناقص بي ناقص جذر دلتا على اثنان أ، وعندنا إكس جوج اللي هو ناقص بي زائد جذر دلتا على اثنان أ. إذن ناقص ناقص خمسة ناقص واحد على اثنان في واحد، يعني إكس اثنان ناقص ناقص خمسة زائد واحد على اثنان في واحد. نعم، ثم إذا هنا غيعطينا خمسة ناقص واحد على جوج، اللي غيعطينا خمسة على أربعة على جوج يعني اثنان، وهنا إكس اثنان غيعطينا خمسة زائد واحد على جوج يعني ستة على اثنان يعني ثلاثة. إذا إس اثنان ثلاثة. نعم، ثم غنمشيو للمتراجحة، أن حلة يعني من الأحسن نستنتجها. إذا في المتراجحة إكس ستنان ناقص خمسة إكس زائد ستة أصغر من أو يساوي صفر. نعم، إذا أصغر من أو يساوي صفر. نعم، إذا غنقولو دابخي la question 1a, on a x sit nan yani المعادلة admet deux solutions les voies x واحد جوج x اثنان ثلاثة. Donc tableau de signe ديال x sit nan ناقص خمسة x زائد ستة sous forme. دونك هنا ناقص ما لا نهاية لزيكس، إذا ما لا نهاية عندنا جوج تلاتة جوج الحلول، هنا إكس ستنان ثلاثية الحدود ناقص خمسة زائد ستة حلول، داخل الجدرين إشارة أ اللي هي هنا أكبر زائد، وهنا خارج الجدرين ناقص، إذا عندنا ماذا أصغر من أو يساوي، دونك عندنا جوج ديال الحلول. من ناقص ما لا نهاية تل جوج اتحاد من ثلاثة تل زائد ما لا نهاية، يعني إشارة سالبة أولا، ثم هنا مفتوح عند الجذر مغلق، وعند زائد ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية ما مفتوح. نعم، إذن هذا فيما يخص سؤال ب. ما في سؤال سي عندنا النظمة، دونك أ هي سبعة، أبريم هي واحد، ثم بي هي ناقص خمسة، بي بريم هي واحد، ثم سي هي ثمانية، و سي بريم هي خمسة. مزيان، دونك غنمشيو نحسبو الديتيرميون، دونك أ أبريم بي بي بريم، يعني سبعة واحد ناقص خمسة واحد. يعني سبعة جرامر سبعة في واحد ناقص واحد في ناقص خمسة، يعني سبعة وهنا زائد خمسة كتساوي اثنا عشر، إذن يخالف صفر لا بأس. إذن غنمشيو نحسبو ياش دي دو إكس، غنعوضو أ أ بريم بسي سي بريم. نعم، يعني تمانية خمسة ناقص خمسة واحد، تمانية في واحد ناقص ماذا؟ خمسة في ناقص واحد، يعني تمانية زائد خمسة وعشرون، يعني كتساوي تلاتة وتلاتون. نعم، تلاتة وتلاتون.
ثم دي دو إيغريك أ بريم غنعوضوز بي بي بريم سي سي بريم. دونك 7 1 8 5. دونك 7 في 5 ناقص 1 في 8 يعني 35 ناقص 8 يعني 35 ناقص 8 يساوي 27. إذن x كيساوي دي دو x على دي يعني 33 على 12. دونك ميمكنناش يعني نعوضوها نختزلو. ثم y دي دو y على دي يعني 27 على 12. دونك ميمكنناش نحسبوها. دونك إذن s x y اللي هو 33 على 12 الزوج x y ثم 27 على 12. دونك غنعوضو في المعادلة الأولى 33 على 12 ناقص 5 في 27 على 12. دونك 7 في 33 112 مقسوم على 12 يساوي 19.25 ناقص 5 في 27 مقسوم على 12 يساوي ناقص 11.25 و 19.25 ناقص كتعطينا 8 صحيح. ثم 33 على 12 زائد 27 على 12 باش كيساوي 5. إذن 33 زائد 27 كتعطينا 60. 60 على 12 كتعطينا 5. إذن جواب صحيح. فقط غير هنا باش يعني باش تعرفوا فقط غير واش هي الإجابة صحيحة ولا لا باش تعوضوا في كلا المعادلتين. هنا عوضت لأن نظرا هنا الأعداد اللي حصلنا عليهم أعداد كسرية ومزيان باش تعرفوهم باش تشوفوهم في المثال هذا. إذن جيد. إذن فيما يخص الإكزيرسيس الثاني، أن خفض صاحب متجر ثمن بيع قميص بنسبة 30% ليصبح ثمنه 140 درهما، احسب ثمن بيع قبل التخفيض. إذن هنا خصنا نعرفوا أن الثمن بعد التخفيض يساوي الثمن الأصلي ناقص الثمن الأصلي في نسبة التخفيض. دونك مزيان. دونك هذا عندنا هو 140، هذا اللي بغينا إكس يعني الثمن الأصلي إكس ناقص إكس في نسبة التخفيض اللي هي 30 على 100. نردها يعني على شكل عدد عشري لا بأس. 40 يساوي إكس ناقص 0.3 في إكس. إذن على شكل معادلة غنديرو التعميل إكس واحد ناقص 0.43. إذن إكس كيساوي 140 على 1 ناقص 0.3 يعني 140 على 0.3 يعني 0.7 أو 40 مقسوم على 200 درهم. إذن هذا هو الثمن الأصلي. نعم. ثم نشوفو السؤال الموالي ديال نومبرمون. مزيان. إذن صندوق 5 كرات بيضاء 4 كرات سوداء. مزيان. نسحب بالتتابع يعني سكسيسيفمون اي سون روميز سكسيسيفمون سون روميز. دونك يعني الترتيبة لغونجمون ا دو بي من ان.
بحيث بي كيساوي 3 و ان ان 5 على 4 يعني 9. دونك اذا ا هي ايش؟ ا 3 عناصر من 9، دونك 3 عناصر، دونك 9 8 7، دونك 9 8 في 7 كيعطينا 504. نعم. ثم بي عدد السحابات التي نحصل فيها على 3 كرات من نفس اللون، يعني يمكن أن تكون بيضاء، وهنا الترتيب فهو يعني وارد، أو يمكن أو يعني و يمكن أن تكون 3 كرات يعني سوداء، يعني ترتيبة 3 عناصر من بين كم؟ من بين 5، أو ترتيبة 3 عناصر من بين 4، يعني 5 في 4 في 3 زائد 4 في 3 في 2، يعني هنا 25، 5 في 4 في 3 60، 4 في 3 12 في 2 24، يعني سيعطينا الكل 60، يعني سيعطينا 84. نعم، إذن هذا فيما يخص الإكزيرسيس أ الثاني. ثم إذن سنذهب إلى النشاط الموالي، اللي هو المتتالية الحسابية والمتتالية الهندسية، دونك سويت أريتميتيك لا سويت جيومتريك. نبداو بواحد، دونك ليكزيرسيس 3 عندنا ا، بين ان اولي 0 كتساوي 10، مع العلم ان اولي ان هي سويت اريتميتيك، ان ار يساوي ناقص 3 و اولي 0 يساوي ناقص 20. لا باس، اولي 10 عفوا مازح. دونك هنا عندنا واحد العلاقه، دونك اولي ان كتساوي اولي بي زائد ان ناقص بي في ار، مزيان، يعني اولي ان هي اولي 10 تساوي اولي بي هي اولي 0 اللي بغينا، دونك ان هو 10 و بي هو 0 في ار اللي هو ناقص 3، دونك مزيان، دونك اولي 10 هو ناقص 20، اولي 0 هو اللي بغينا باش نلقاو فيه يعني 10، من 10 في ناقص 3 يعني هنا غتعطينا ناقص 30، مزيان، دونك إذا أولي 0 كيساوي ماذا؟ إلا دينا هاد اللي هنا غيعطينا دونك ناقص 20 زائد 30، وناقص 20 زائد 30 هو 10. نعم. ثم بي أولي إم بدلالة إن، لان اون فونكسيون دو ان، مزيان، دونك عندنا كلكو سوا ان ابارتيان ان، عندنا اولي ان غيتكتب بهاد الطريقة ناقص بي في ار، لان اولي ان سويت اريتميتيك، مزيان، دونك اولي ان من الاحسن نعوضو باولي سو اولي 10 زائد ان ناقص 10 في ار اللي هو ناقص 3، يعني ناقص 20 ناقص 3 ان ناقص مع ناقص زائد 3، يعني ناقص، دونك يعني غيعطينا 10 ناقص 3. الا بغينا نحددو واش اولي 0 هو 10، يعني اولي 0 3 في 0 0 تبقى 10. مزيان. ثم فيما يخص جي، سي إذن اس اولي 0 اولي 1 اولي 9 زائد اولي 10، ها اللي تهمونا، بحيث هذا اولي بي وهذا اولي ان، دونك إذن اس هو ان ناقص بي زائد 1 في اولي بي زائد اولي ان على
اثنان. دونك ان الا كان اولي ان هو اولي 10 يعني ان غيكون 10، اولي بي هو اولي صفر يعني بي غيكون صفر في واحد، اولي بي هو اولي صفر زائد اولي 10 على اثنان، يعني هنا 11 في ناقص يعني 10 اولا زائد ناقص زائد مع ناقص غيعطينا ناقص ناقص 10 على اثنان، يعني 11 في ناقص 10 على اثنان اللي هو 11 في ناقص 5 يعني ناقص 5 وخمسة ناقص 55. جيد. ثم في الاكزيرسيس الثاني في السؤال الثاني بين ان او في لي ان متتاليه هندسيه، دونك عندنا في لي ان كتساوي 2 على 3 اس ان مزيان كيلكو سوا ان ابارتيان، اذا في لي ان زائد 1 غيساوي 2 على 3 اس ان زائد 1 اللي كيساوي 2 على ماذا 3 اس ان في 3، يعني 2 على 3 اس ان في 2 على 3 نقسمو يعني العدد. ثم وهذا اش غيكون، يعني ان في لي ان زائد 1 غيساوي ماذا في لي ان هو في لي ان في ماذا 2 على 3 كسو ان بارتين. اذن هنا اش كنلاحظو على شكل في لي ان في كي، يعني بحيث Q كيساوي 2 على 3 دونك V ل N يساوي تلية جيومتريك افيك Q إيكال 2 على 3 محددا أساسا فقط. صحيح. نعم، إذا هذا ما يخص يعني الإكزيرسيس الثالث، وننتقل للإكزيرسيس الرابع. إذن السؤال الأول السؤال الأول f لي صفر أو f لي ناقص واحد، دونك عندنا f دو x هي حدودية من الدرجة الثالثة، دونك f لي صفر هي صفر أس ثلاثة ناقص ثلاثة في صفر أس اثنان زائد اثنان اللي كتساوي اثنان. نعم، ثم f لي ناقص واحد يعني ناقص واحد أس ثلاثة ناقص ثلاثة في ناقص واحد أس اثنان زائد اثنان تساوي ناقص واحد ناقص ثلاثة زائد اثنان، يعني ناقص أربعة زائد اثنان غتعطينا ناقص اثنان. ثم السؤال الثاني النهاية ديال هاد الدالة عند زائد ما لا نهاية، يعني هي نهاية إكس إكس أس ثلاثة ناقص ثلاثة إكس أس اثنان زائد اثنان، هي نهاية الحد الأول أو الحد الأكبر أس أولا يعني إكس أس ثلاثة يعني زائد ما لا نهاية أس ثلاثة يعني زائد ما لا نهاية. ثم النهاية x إلى ناقص ما لا نهاية ل f دو x كتعاود تقريبا نفس الطريقة x أس ثلاثة ناقص ثلاثة x أس اثنان من القاعدة بحال بحال ليميت x إلى ناقص ما لا نهاية x أس ثلاثة، ولكن هنا الأس فرضي أو إشارة ديال ناقص غتعطينا ناقص ما لا نهاية. ثم السؤال الثالث ثالث ألف ثالث ألف، دونك إف بريم دو إكس هي إكس أس ثلاثة ناقص ثلاثة إكس أس اثنان زائد اثنان بريم، يعني إكس أس ثلاثة بريم ناقص ثلاثة إكس أس اثنان بريم زائد اثنان بريم، يعني هادي غتعطينا ثلاثة إكس أس اثنان، هادي ثلاثة في اثنان هي ستة إكس زائد صفر، وهنا غنعملو بإكس غنعملو بثلاثة إكس عفوا ثلاثة إكس في إكس في إكس كتعطينا ثلاثة إكس أس اثنان ناقص
ثلاثة في ماذا يعطينا ستة اثنان، وثلاثة في ثلاثة إكس في اثنان كيعطينا ستة إكس. دونك هي راح تبين لنا بين أن إف بريم هي الدالة المشتقة. ثم دونك ثلاثة اثنان، دونك ثلاثة اثنان بغينا التغير ديال إف على المجال من صفر تل اثنان، تغير ديال إف من صفر تل اثنان. إذا إلا مشيتو إلا مشينا للتمثيل المبياني من صفر تل اثنان، غيبان لكم بأن الدالة فهي ماذا؟ تناقض تناقصية. دونك إف اي ديكروسونت سور سور اثنان، حيت الا بغينا الاشاره باش نبينوها غنشوفو الاشاره ديال اف بريم. عندنا من ناقص ما لا نهايه، هذه 3 اكس كتساوي صفر يعني اكس كيساوي صفر، او اكس ناقص 2 يساوي صفر يعني اكس كيساوي 2. دونك صفر 2 حلو مزيان، هنا زائد ما لا نهاية بحال دلتا أكبر من صفر. دونك إشارة أ موجبة هنا عكس إشارة أ موجبة. إذا هنا إشارة أ موجبة، إذا عفوا هنا خصنا نديرو الإشارة ماشي بهذه الطريقة باش تبان لكم بأن ديك خواسونت، لأن طاطا لنا التمثيل المبياني. غنديرو هكا، يعني غنديرو الإشارة ديال ثلاثة إكس عاد الإشارة ديال إكس ناقص اثنان، والضرب ديالهم اللي هو إف بريم دو إكس. دونك هنا إشارة أ هنا عكس إشارة أ من الدرجة الأولى، ثم هنا إشارة أ هنا عكس إشارة أ. الإشارة ديال هذا و زائد هي إشارة ديال هذا و زائد كنديروها وراق يعني صفر. ثم هنا غنديرو الضرب، ناقص في ناقص غيعطينا زائد، زائد في ناقص غيعطينا ناقص، زائد في زائد غيعطينا زائد، يعني شتو الفرق؟ يعني هنا تناقصية من صفر إلى اثنان. نعم هذا فيما يخص يعني السؤال ثلاثة اثنان. ثم ثلاثة سي ليكواسيون ديال لا تونجون دو سي عند اكس كصفر يساوي واحد، دائما هي ايكغيك كتساوي اف بريم دو اكس صفر، عامل اكس ناقص اكس صفر زائد الصورة ديال اكس صفر، يعني اف بريم ديال واحد عامل اكس ناقص واحد زائد الصورة ديال واحد. مزيان، الصورة ديال واحد كتساوي واحد أوس ستنا أوس تلاتة ناقص سبعة ناقص تلاتة في واحد أوس ستنان زائد اثنان، يعني واحد ناقص تلاتة زائد اثنان، يعني ناقص اثنان زائد اثنان تساوي صفر. ثم الصورة ديال إف بريم ديال واحد غنحسبوها في إف بريم، هي تلاتة في واحد عامل واحد ناقص اثنان، يعني تلاتة في واحد ناقص اثنان هو ناقص واحد يعني ناقص ثلاثة. دونك إذا إكغيك كتساوي إيش؟ إكغيك كيساوي ناقص ثلاثة عامل إكس ناقص واحد زائد صفر، يعني غيكون ناقص ثلاثة إكس زائد ثلاثة. دونك إكغيك كتساوي ناقص ثلاثة إكس زائد ثلاثة. نعم إذا هاد الطريقة باش كنحسبو المعادلة ديال المماس. ثم رابعا واحد من خلال الشكل التمثيل المبياني، اذا خصنا نحددو عدد حلول المعادله اف. اذا عدد حلول المعادله تنشوفو التقاطع ديال السي مع محور الافاصيل. اذا عدد الحلول هنا هو ناقص واحد من هنا، نبداو هنا زيد ثم واحد ثم فهاد النقطه هذه، واخا ما عطوناش عفوا هذه ماشي ناقص واحد،
لكن نريد عدد الحلول، يعني ثلاثة حلول. أنا أتخوى سوليسيون، ما قلناش يعني نحددو الحلول، بغينا غير عدد الحلول، ها هو واحد جوج وثلاثة، يعني التقاطع مع محور أفاصيل، يعني ستادير لانتيرسيكسيون، نديرو التعليل بهذا، لانتيرسيكسيون سي دو اف افيك لاكس ديزابسيس، لاكس ديزابسيس، مزيان إلا تنديرو يعني التعليل. ثم أربعة اثنان، بغينا الحلول ديال مبيانيا، نعم، إذا غنمشيو يعني هنا، يعني سي دو اف او ديسو فوق ماذا؟ واحد لا ضغط لي المعادلة ديالو إكريك يساوي اثنان، هاهي المعادلة ديالو إكريك يساوي اثنان، يعني فوق هاهو، يعني كيبدا من ثلاثة، دونك يعني ثلاثة تلاش تل زائد ما لا نهاية، ثلاثة تل زائد ما لا نهاية، نعم. إذا هذا فيما يخص هذا الإكزامان هذا. إذا كنتمنى أنكم تفهموا الطريقة، وإن شاء الله في حصة مقبلة، إن شاء الله في نموذج جديد إن شاء الله. إذا بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.